بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ الشيخ مسلهام، فاعل مدني وابن المنطقة، ابن منطقة جماعة المنصور، بالضبط سوق الحليب الجلول. احنا الآن نتواجد في واحد المنطقة اللي هي منطقة عبارة عن منتجع. هذا المنتجع منتجع طبيعي 100%. هذا الشيء اللي يمكن نقول. تنشكرك ومرحبا بك على قناة الدار سي شويخ. الشكر متبادل. بغينا نسولك على هذه المنطقة، هذه شنو هي الحاجة اللي تعرف بها؟ نعم، شكرا على هذا السؤال. المنطقة هي المنطقة اللي بغينا نقولوا هي منطقة طبيعية 100%. هي منطقة مازال عذرية اللي بغينا نقولوا، لأن مازال ما وجهش الإنسان بطبيعة الحال، لأن كل المناظر فيها طبيعية 100%. ما كاين حتى شي حاجة اللي داخلة فيها ارتيفيسيال، زعما اصطناعية ولا شي حاجة، بالتالي ما كاينش تدخل للإنسان. وهاد البلاصة هي بالضبط هي اللي كان رئيس الجماعة السابق السي محمد غراس كان تينوي باش يدير واحد الكورنيش على هاد الضفة ديال سابو. وكان بطبيعة الحال هاد المنتزه كيما يكون منتزه نوعي، يعني صديق للبيئة، كان غيكون زعما صراحة قفزة نوعية في تشجيع السياحة الريفية أو السياحة القروية، لأن كان غيخلق فرص الشغل، وكان بطبيعة الحال غيزيد المنطقة، تعرف المنطقة إلى الأمام. واحد السؤال السي شويخ، تنلاحظوا بأن البلاصة هذه ما فيهاش قليل الزوار، ما كاينش اللي معروفة، شنو السبب؟ نعم، هذه المنطقة هي منطقة جات في واحد الضيعة خاصة ديال صاحبها، وبالتالي هذا السيد الكرم ديالو وسميتو الإحسان ديالو فتح هذا الفضاء للناس الجمعويين، الناس اللي بغى عنده أولاده وعنده أبنائه وعنده عائلته يجي يتنزه هنايا، ماشي مشكل، ما عندوش شي مانع ولا شي اعتراض. وبالتالي هو تشجع هذه المسائل، لأن عنده هو خير في هذه المسائل، لأن خلاص الناس راه كاين داوي الدخل محدود، كاين الناس اللي باغيين يبعدوا على الصخب ديال الحضارة وديال المدينة وديال داكشي إلى آخره، تجي هنا تلقى واحد الراحة، واحد المتعة، واحد سميتو استقبال رائع. خاصة السيد أن صاحب الضياع عنده واحد الهم حتى هو بيئي، هم تنموي ديال المنطقة. وبالتالي هذا واخا نقول لك هذا المنتزه فهو منتزه غير منظم، ماشي غير مرقم، يعني غير معترف به، هو منتزه طبيعي 100%. هو خلقه راسه بتعاون مع واحد الغيره ديال الاخوان ديال الشباب ديال اللي تيشاركوا نفس الهم، رجعت هذه الفكره ديال هذا المنتجع صوبوا. الان تشوف الان راه كاين داكشي على احسن ما يرام. نتمنى الله التوفيق، نتمنى الله جميع الناس اللي عندهم هاد الضفه على واد سبو تا هما يحدوا حدوه، وتا هما يعتنوا بالبيئه ويعتنوا بهاد المنتجعات، لان الناس راك عارف الصخب ديال الحياه والصخب ديال المشاكل ديالها، تجعل الانسان يلقى الراحه ديالو النفسيه خاصه والراحه البدنيه في هاد المنتجعات، في هاد المناطق السياحيه او هاد المناطق اللي زوينه اللي حبانا الله بها مناظر طبيعيه رائعه. خاصه نشوف الماء، الخضره ديال الماء، الزرقاء ديال الماء، والاشجار الطبيعيه لان وارفه الظلال بالاغصان ديالها، وكذلك المكان فهو مكان لائق ومكان جيد جدا. انتم كجمعيه او فاعل مدني، واش عندكم شي تواصل مع الناس اللي في مثلا في المدينه؟ واش تم التعريف في هذه المنطقه؟ او شنو هي الحوايج اللي درتوا باش الناس يعرفوا بان المنطقه الى حدود الساعه اللي تي الرواد ديال هذا المنتزه هم الناس معدود على رؤوس الاصابع، وخاصه فئات المجتمع المدني اللي عندها علاقه مع هذا السيد ديال صاحب الضيعه، او للاخوه الاصدقاء اللي عندهم رغبات يشوفوا في الصور ديال الفيسبوك ولا في وسائل التواصل الاجتماعي، تيشوفوا تيجيو عندهم رغبه باش يجيو تنصادفوهم، ما عندوش مشكل بدون مقابل، باش تكونوا واضحين راه بدون مقابل. ما عندنا لا صيغه ربحيه ولا شي حاجه، الناس اللي جاوا مرحبا بهم في اي وقت في اي لحظه، حنا راه الاشاره يجيو يستمتعوا بالطبيعه بالظلال ديالها بالخيرات ديالها، حتى الاكل يمكن نوجدوه ماشي مشكل، الا ما عند تستعصى عليهم باش يجيبوا الاكل ديالهم، تنوفروا الغداء هنا، واحد الغداء يكون طبيعي كفحال المدوسه، كفحال المشوي، كفحال المسائل الى اخره، وهذا الشيء ماشي تنشريه ولا شي حاجه، راه هما تيجيبوا ذوك المسائل ديالهم، حنا خسروا الله العافيه والطياب وداك الشيء الى اخره، وداك الشيء كلشي في سبيل الله بدون مقابله، باش نكون واضحين، لان مازال تنكد عليها، لان السيد ولد الخير وكبر في الخير والناس ديال الخير. يعني هاد المسائل ما بغاش يطرح كاع المسائل ديال المقابل ولا يصادف شي حاجه، بالتالي هاد العمل ديالو تعرفنا المكان بالضبط باش الناس مثلا طيب قناه الدار. طيب، شكرا على هذا السؤال، هو السؤال الوجيه. المكان تيجي بالضبط في جماعه بن منصور،
يعني جامعه المنصور تكون جامعه المنصور يعني قريب من سوق الحد، بعيد على المركز سوق الحد بواحد الكيلومتر ونص، تجي تكون جاي من القنيطره لسوق الحد، يعني قبل توصل لسوق الحد بواحد واحد الكيلومتر واحد 1000 متر يتعرج على يدك اليمين. يعني اللي ولا غايقول لك المكان ها هو شكون فينا فين كاين، تقول فيه كاين ديك العرصه او لا سميتو الدخله، تسمى الدخله حيت هذه الدخله عباره عن معرج ديال الواد، الدخله ديال الواد، تقول الدخله فينا ديال سميتو، تقول لك ها هي ما ماشي مشكل. اللي سولتيه يقول له ودي فلان الاسم ديالو ولا ما كانش عندك التليف، راه اللي ولا غايقصدك ليها. تبارك الله هذه البلاصه هذه راه نقدر نعتبروها بحال مكان سياحي اللي يقدر يساهم في حتى هو في انعاش هذا القطاع من النواحي ديال القناطر. نعم دابا هنا خاص داوي النيات الحسنه وخاص لاميناجمون، خاص التهيئه ديال هذا المجال الفضاء باش يكون فضاء قابل لاستقبال الزوار العدد. دابا حنا نقتصروا فقط على عائلات محدوده، الى جات عائله جوج ثلاثه اربعه في نهايه الاسبوع تيكون داك الشيء مسيطر عليه، ولكن الى كان غيكون بهذا الشكل تجاري وعنده سميتو راه خاص تهيئه هذا المجال، خاصه ان الظروف مواتيه بالنسبه لهذا المكان. ما شاء الله ما شاء الله، يعني حنا تنطمحوا وتنرغبوا وتنحبدوا وتنشجعوا هذا السيد مول الضيعه باش يدير لنا هذا المنتجع باش يساهم على الاقل في التعريف بالمنطقه. حنا الان في حاجه الى التعريف بهذه الخيرات ديال هذه المنطقه، وبطبيعه الحال الانسان اللي جا ارتاح وخذ واحد القيلوله او خذ واحد الامسيه او واحد سميتو في هذا الضفاف ديال هذا النهر، وتشوف حنا الحمد لله حنا في وسط النهر يعني كان عرشو على الماء، زعما هذا راه شي حاجه زوينه معتبره. شي رساله اخيره السي شوف؟ تنتمنى تنشكر بعدك اولا القناه على تكبد العناء باش توصل هذه المنطقه والتعريف تحتنا الفرصه باش نعرف بهذه المنطقه. ثاني تتمنى من الناس اللي عندهم رغبه باش يجيو مرحبا بهم، تنقول لهم دائما بدون قيد ولا شرط مرحبا بهم. حنا كفاعل مدنيين، السيد صاحب الضيعه هو كفاعل مدني، راه هو تيكون عمله تطوعي، عمله لله في سبيل الله، باغي الخير مع الناس، باغي احبكم الى الله، الناس اللي تقضى حوائج الناس على ايديهم. هذا السيد راه الله يجزيه بخير، الله يثبت العمل والاجر. تحياتي وشكرا. السلام عليكم، معكم عادي الفقيرات صاحب الضيعه هذه. كنشكر قناه الدار على الاستضافه ديالها، وكنقول لكم الف مرحبا والف مرحبا. شكرا سي علي، مرحبا. مرحبا بكم. سي علي كيفاش جاتك الفكره؟ الفكره كيفاش جاتني باش ندير هذا المتنفس؟ بكل صراحه كان عزيز عليا انا هذا النهر هذا نجي باش نمارس فيه الهوايه ديالي ديال السباحه. المشاهدين يعرفوا بان هذا مجاني. مجاني لكن كنت نمارس السباحه ديالي هنا، وكان كيعجبني اصلا هذا الفضاء ما كانش هك يا هذيك، طاحت عليا الفكره بانني نستعن بواحد تقني تلمية والغابات باش يعطيني واحد النوع ديال الاشجار تيقولوا ليه الشعر العضراء كما كتشوف هو هذا اللي على الضفاف ديال النهر، وعطاني شي كميه منه وزرعتها على الواد. هي هذيك مع مرور الايام بان لي واحد المنظر زويون، وانا نفكر ندير واحد بحال شكل كليسة، درتها للناس العائلة الأصدقاء الأحباب، يعني اللي قنط يجي يجلس فيها. ولكن الأمور طورات من القدام طورات، حتى تفاجأت واحد المرة رئيس الجامعة كيتصل بي هاتفيا مع مدير وكالة الحضارة، المدير ديال الوكالة الحضارية ياك، جاو دار واحد الاجتماع هنا واحد الكليسه، اذا بيا كنتفاجئ غيكون واحد الكورنيش اللي هو ايكولوجي 100%، عجبني الحال وبانت لي القضيه انا غادي تكون مزيان، غيكون واحد المتنفس للمنطقه اللي هو زويوان، حيت الناس هنا ساكنه ما عندهاش فين تحرك، فين تمشي، يعني الا بغات تحرك خاصها واحد ميزانيه اولا، وخاصها سياره، وخاصها وقت، وخاصها رغم انهم عندهم واحد المتنفس احداهم قريب ليهم. واخا جات القناه الميديان تي في حتى هي جات حضرات، وجلسنا
وخدا المدير الوكاله الحضريه الكلمه ديالو وشرح لينا على الكورنيك كيفاش غادي يكون ايكولوجي كيفاش غيكون المسائل ديالو. داكشي عجبنا الحال مادام غيكون طبيعي 100% راه صديق للبيئه. اذا مزيان ما عندناش ما عندوش ضرر بالنسبه للمنطقه واخا. ولكن كانت واحد الرده ديال رئيس الجماعه كانت واحد الرده على المدير الوكاله الحضريه على حساب الكورنيش، لان قال ليه لان الوضعيه ديال سوق الحب ما كتطابقش مع هذا الكورنيش اللي غيكون على علاش؟ لان البنيه التحتيه ديال سوق الحد هشه، ما كاينش الواد الحار، ما كاينش الماء صالح الشرب، ما كاينش مطرح النفايات. الا دابا انت جيتي عندي هنا لقيتي منظر زويوان، ولكن هذا مجهود شخصي فهمتيني، لقيتي منظر زوين، طبيعه زوين، الدنيا نقيه، كل شيء زويوان، ولكن اللحظه اللي تقطع الشارع الضفه الجهه الاخرى اللي فيها سوق الحاد وفيها الساكنه غتلقى نفايات يمينا وشمالا فيما مشيتي نفايات، حتى 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 المصحه ديال الولاده ما سلمتش من هذا الشيء ديال النفايات، واحد الكارثه ما شاء الله. اللي وفعلا كانت بصراحه رئيس الجامعه محمد الراس كان عنده حق في هذا الشيء هذا، يعني سوق الحاد خصو البنيه التحتيه ديالو بعدا اولا ياك، خصنا نتهناو من هاد النفايات والواد الحار، البنيه التحتيه تكون الامور مزيانه، الاناره، وغادي يجي الكورنيش من بعد وغيكون واحد بكل صراحه فضاء اللي هو زويوان، وانا حاليا هو فضاء في الملكيه ديالي في الارض ديالي، كنرحب بالجميع، هو راه كراتوي، ما كاين يعني ما كاين لا كاينش مقابل، ما كاينش المقابل، مرحبا، تنرحب بالجميع. لي يجيبوا لي اي واحد تيطلب لي كيعيط مكالمه هاتفيه تقول لي اخي عادل راه بغينا نريحوا ديك البلايصه ودار نجيبوا العائله، تيجي كنرحب بهم، ندير لهم سبحان الله ندير لهم كل شيء مجهز لهم، كل شيء كاين بريريدات كاين فهمتيني، حاط لهم الفخار، كاين المراحيض، كاين كل شيء مجهز لهم. الضيافه المغربيه الاصيله مرحبا. صافي كيجيو كيدوزوا القيد ديالهم هنا وكيعجبهم الحال وكيمشوا ناشطين و واضافه حتى انني داير واحد الجنان ديال التين، الناس كتجي كتقطف اي الكرموس وتقطف الكريمسات كذا كتعمر شويه كاجو شويه كيكلاس وياكلوه، وهذا فضل من الله والحمد على قول الله اكبر. وهاد الفكره هذه سبحان الله، انا عندي حب في الطبيعه وكنمارس الهوايه ديال القنص وكنمشي للمناطق الجبليه وكنشوف شي طبيعه ما شاء الله. يعني راه شي مناطق في المغرب راه باقا ما عرفهاش الاعلام ما شايفهاش، ولكن حنا في القناص حيت كنمارسوا الهوايه على رجيلاتنا وكنوصلوا شي اماكن ما شاء الله، واخدين الغيره من ديك المناطق الجماليه ديالها، والناس كتجرح الشجار، وهذه هي الفكره ديالي اللي راسخه عندي في الدماغ دابا. انا ما كرهتش كنت رديتها كلها شجار. ايوا ختاما كنشكر قناه الدار وكنكررها الف مرحبا فوق ما تجيو على راس والعين، مرحبا بكم. فين البلاصه هذه؟ بن منصور، السونتر ديال بن منصور، يعني احنا في القلب ديال بن منصور. واي واحد معروف انت هنايا؟ يعني نعم معروف، تجي لعنده تقول لهم فقيرات عديل، ولا احنا معروفين اكثر بولاد الزاهيه. مرحبا بك على راس والعين. تحياتي. الله يعطيكم الصحه، الله يبارك فيكم، وكان نتمنى تنتمنى من الله الامور تزيان. وبكل صراحة راه المنطقة عندنا شوية وكنتمنى تزيان إن شاء الله. وش نقول لك؟ الكمال على الله، الله ميسر، الله يوفقكم للخير إن شاء الله، ومرحبا بكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.